سيدي اوف كاع الزواريخ مشى الوقت خصني مكانة. كودي اخويا تسد في الرباط كبر في سلا درباط في العكار ستريش ولد سلا. مهم دوزت قراية ديت الباك مورا كانت عامين ديال لاباك في ليكول ديال لاباك قريت على الاوديو فيزيو قريت عامين على الاوديو فيزيو ومورا قلت علاش انا بشحال هادي ونمشي مسكني الراب كنتش مزك القدام بميريكان كنتش مزكني ووتان كلام كنتش مسكنهم بزاف فهمتي ولا فهمتي كنت عجبني داك العباد ديالهم فهمتي كنت انا بديت تنتيست راسي تنقول راه انا نقدر ندير شي لعيبه بحال هكا دونك بديت تنسبيرا تنكتب بديت الراب 2010 من داك 2010 2009 بحال هكا بديت تنكتب ديك الساعه بديت تنسجل في الاستوديو تعلم تنسجل في مايك باش تنتيست راسي كان حلاوة كندير واحد تيست كيقول بلي فهمتي كان كيجمع دي غياليزاتور فهمتي اللي عندهم مع المونتاج دي غابور اي توز انا شتو في البلان شت البلان كيفاش داير صافي مورا كنت هدرت مع واحد صاد تنعرفو صاحبي حسام تدي ليه من هنا هو اللي قال لي فوالا راه تنعرف الدراري غنبريزونت عليهم لي بروجي اللي كنت اللي تدير وكذا ونوريهم لهم وداكشي اللي كان داكشي اللي طرا مشى سمعهم لي بروجي فهمتي وعجبو عجبو اياب وعجبو الدراري فهمتي ديك الساعه دخلت صاد دابا المشكله داك الصاد جا المهم دخل زاوا طلب ورغيب عليه فهمتي و ملي دخل كان هو فهمتي شي يقول لي سبخي ديال فاميلي وكدا فهمتي داكشي كان غير تيوهم به راسو و تيوهم انا به حنا فهمتي منين دازت الوقت منين حيت انا نقول لك واحد الحاجه شي بريزي التراكات ديالو كانوا محدودين كما كانش حلاوه طلعوا في سانت اكادير ما كانش بيبليك غيعرف حيت ما كانش بيبليك يعرف بريزي فعيط للصقور حيت داكشي اللي سمعوه ما سمعوش بزاف بارطاج ديال الحلاوه بارطاج ديالنا حنا كاملين كان تينفعو في هاد اللعيبات اي ابخي بنادم ملي تيحس براسو خرج من الواد ونسفور جلي تيقول لا راه قدرت انا ندير داكشي اللي تيديرو واحد اخر تينسى بانه داك الاخر راه خدم على داكشي باش دار دونك هو بكل بساطه اختار انه يمشي ودار فيديو كليب اللي صراحه جاني تافه ابل لعيبات فهمتي حيت هادشي باينه ماشي لوجيك وباينه ديك الهضره كامله ما كايناش تصات مكي هاد الهضره هادي هو حاول شاف راسو غيخرج من زاوة قال غنفكر في اي لعيبه غدير بوس شعر بزاف تيقولوا اي لعيبه ندير بوس كون تيبان لهم حلاو تيفيزيو حلاو فهمتي دونك هو اختار قال واقيلا غنحيد تيشيرت غيطرا كما داروا بزاف فهمتي كيقول راه غنحيد تيشيرت كدا في كليب راه غيضرب ليا كليب 14 مليون انا ولي نضرب فيش مع مالو كاين دوماج ما فهمتي لا مازال المقارنة كانوا فيها شي روابا لي كانوا هازين ترابو ديال لونسيان جينيراس ولكن كاينين شي روابا ما هزوش باللونسيان جينيراس وابسط دليل على هادشي فاش هما داروا كارير حيت داك الوقت الصاد كون فهمتي اي واحد كون دار موسيقى بقاش يدير البيك مسلم اي واحد يجي يدير موسيقى الصاد راه يولي مشهور نقدر نجيب الوالد ديك الساعه يدير كنخرج تراك كون هذا باش تلقاه مع البيك فهمتي البلان الصاد دونك كون عاونو جينيراسيون جديده وزادوها شي لعيبات على الاقل تهزي بنادم دخلوا عندك الاستوديو وتوريه شي لعيبات فهمتي حيت هما اصلا تقادر لهم الباكاج اللي عنده في دماغ الحبر ساب دونك نقدروا نقول لهم ان لله وان اليه راجعون سميش شد عكني فهمتش راه حتى انا تنعرفو بواحد السميه اخرى صراحه باش تكذب شعرك نسيت لي مي واحد سميه تضحك بدا تسمعها تبدا نضحك فهمتي ما هو اصلا فهمتي ما كانش عنده علاقه بالراب اول مره فهمتي عرفتو كرابور كنت تنشوف شحال هادي فهمتي كنت شي جلاس وشي شي وري فهمتي فيديو ديالو فري ستايل كنت شي قلتي فري ستايل في سمينا هو ديك الساعه تيريح حيت كاين فرق ما بين كتريح كنت فري ستايل فهمتي بلا دونك ما خليه فهمتي خليه راه باقي يخرجوا تراكات ديال مراكنا
ولا شي رابر ما معروفش دابا ياخذ لي يكمل تراك ويكمل ويكمل كارير كامله في حالك بلا بيس. روا بقدامو كيمو نابولي شاع جواني مفكيش البوليس صنع الغلاط باش يقولوا لي غادي في العيش ما عنديش مع صوليس دي مالغير مونطانا طوني مونا الضيل بحال الزرق طوني قدم من ستيل ديال الكويني دور جوان خلي الجاولي ناري الساخت ناري لا جور عافرة بجميلة تراك فراب كيرو جميلة فايق ساخت شي بيتشاميلة كودي بعيد مرفاكة معروف عند قاع مول الساكات تصوري في البيت معلقات دار جوج عندي في قاع البلاكات اللي كيدوخ بربي تنقاد جمعين كلي كتكي تقادة تقادة مدرف الراب كي بحال بدو كين الراب خاصنا غالمادة غالمادة رجوتك خاصة الكريك ما مسوقين سكيت كفيه راسك خاوك البريق تعيا الطير تجي فيه كتسمع صوتك ناري الألالة وفاكي قاعدو كل براعيم سيدي اوف قاع الزوارق مشا الوقت خصني مقانا دك على ستراك ما تشافش بزاف وما شمعوش بزاف حيث اولا ما تسبونسوراش توسا فهمتي و فهمتي ما كانوش دي باج اللي كانوا تعاونوا في الموفمون ديال الراب اللي تيقولك تنبارطاجي وكذا من غير ستريت ارت اللي ما بارطاجاوش البلان فهمتي نورمالمون نتوما كاينين شي في السوشيال ميديا كيسبورطيو الراب المغربي خصك سبورطي اي لعيبه اصلا ماشي اي لعيبه ما سان برودوي دو كاليتي فهمتي مصور بكاليتي فهمتي تراك يتوس فهمتي بنادم ما بارطاجاش فهمتي منهم بزاف مراك راه تراو اللعيبه فهمتي ما كيعطيوش الصات ماشي فريمون ماشي 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 وريوش ديك الصوره لبنادم فهمتي ماشي شتوش مثلا ان برودوي اللي هو خرج وشتو له فهمتي حتى هذا هو الكونسيبت ديال ابار لي ترول واللعيبه دونك فهمتي سي ميو تسيبورتي بنادم الصات شي لما سيبورتاش شي بنادم الصاط ما علاش تسميني راسك انت راه انا سيبورتا في عباد الله وكدا يتوصاو في انت راه هيك هيك تقولها كيبان لك شي بروجي جديد ما فهمتش تسميك الدراع سران كيتوص المهم هذا فلان فوه هذا الصاط فهمتش البارطاج راه سي ميو تبدا في حال هكا وتبقى غادي تيطلعوا الفيوز ولا تضرب مليون في تراك وتراك الجاي ضرب 20 كا ما عندهاش في البيبل كواب اللي معنا في زاوية الساط كاين حليوة كودي كاين جوك كاين اكزام كاين زيرو كاين شكلي طوما رواب دابا اللي كاينين بزاف جديد كاين تراك يتلاح قدر له مشاكل ويتشاني ولا قدر له كل نهار فهمتي ولكن غالبا مع طلعو معايا شوية باش نطلع داكشي دو كاليتي فهمتي طلعو بلانات جداد فهمتي باش يكون داكشي بلان ولكن ابار سا كاين او بي غتخرج فيها 99 تراكات فيها بزاف ديال لي ستيل ديال المزيكا فهمتي حاول تلعب على بزاف ديال لي ستيل كلمة لي فان كنقول يوتيوب على اي واحد فهمتي نتبع هاد اللعيبات هادو اللي تندير من البداية و تقوا بيا ما غاتبقاوش تسناو على الخاوي حيت فريمون جايين دي بروجي اللي غيكونوا بلان غيكونوا دي بروجي اللي فهمتي مختلفين شويه على 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 هادشي اللي كاين في الموفمون دابا كلمه الستريت ارت نقول لهم يتوب عليكم هو اللي باقي لحد الان هازين هما اللي باقيين هازين بروابا حاليا